جناح التراث البحري. في بعض الأشياء تكاد تندثر قديمة، ونحن نحاول أن نلتزم فيها ونحتفظ فيها للأجيال القادمة. وهذه شنو هي مثلا؟ هذه شباك للصيد، صيد الحوت. لازلتم زعما متابعين هذه الثقافة في الإمارات؟ ما زلنا ناس عايشة عليها، في أسر كبيرة عايشة على الصيد، ما عندهم وظائف ثانية. عايشة عليها، عايشة من الستينات. وقديما كان الناس تعتمد على اللؤلؤ والقوس، هذه السلة يشيلها شخص عادي، تطور يشيلها شخص وينزل في القاع على 30 متر 25 متر، ينزل إلى القاع ويجمع الأصداف من القاع ويأتي بها إلى ظهر السفينة ويضعونها في اليوم الثاني، يفتحونها ويطلعون اللي فيها. الرحلة تأخذ 4 شهور. رحلة 4 شهور؟ 4 شهور في عمق البحر، يعني نص العمر. والزاد والمؤونة؟ الزاد يتغير، الزاد إذا خلص، إذا نفذ، ينزلون على أقرب شاطئ أو أقرب جزيرة ويزودون منها الماء والزاد والحطب، لأن هاي الثلاثة الأشياء اللي تنقص. والشباك كيفاش كيستخدموه مثلا عندكم؟ الحين تغير الوضع، الحين صارت السفن بخارية سريعة، اللي كانوا يروحونها في يوم الحين 3 ساعات. فالحين آلات كلها بترول ومنترول، يرفعون الشباك يطلعون المغرب ويرجعون بالصباح. ورغم التطور انتم ما زين محتفظين بهذا؟ ما زالوا، لأن هذا تراث أجدادهم، ينقلونه من جيل إلى جيل. وبالنسبة للمشاركة ديالكم في هذا الموسم المغرب؟ والله نحن هذه السنة مشاركين، كل سنة نشارك. مرحبا، كنقولي مرحبا. أهلا وسهلا، يسعد أخوك. فنحن نشارك وحاول أي واحد مثلا من الصيادين المغاربة هي يدخل يستفسر، ما في فرق ترى بيننا وبينهم، تقريبا نفس الشيء. هم لو جوا علينا ودخلوا يعرفون هذا الشباك ليش، هذا شو النوع من الاسماك. الطريقه لا تختلف، ما تختلف الطريقه، لان الهدف واحد، هدفنا نصيد سمك وهم هدفهم يصيدون سمك، فاذا ما نختلف.